زكيات الطاهرات قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزكيات الطاهرات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر نشهد 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 اخواني الجزائريين في كل مكان، هذه تحية لكم من كندا. والله عندي كلمة صغيرة تمنيت نقولها دائما بقت في قلبي، ما نطولش عليكم، هي الوحدة وثم الوحدة وثم الوحدة. هنا المظاهرات اللي نديروها هنا في مونريال عموما تكون بالفرنسية والانجليزية. الانجليزية يقولوا people united cannot be defeated، يعني كفانا هروله ونفاق هذه تاع قبائلي عربي، ما كاش مشكله. هنا عندنا علم واحد، علم الجزائر. علم الجزائر هو اللي وحدنا، هو اللي حررنا به البلاد، هو اللي ماتوا عليه الناس وحروا به البلاد، يعني بدون لغه خشب. والله علم واحد كانوا رافدينه القبائل والعرب والشاويه وكل ما هو. والان الحمد لله ما بقاتش هذيك الثقافه تاع العربي قبائلي، لان العربي متزوج قبائليه وقبائليه متزوجه الشاوي والشاوي متزوج القسنطيني، وهي ماشيه والحمد لله. يعني الشعب واحد وطريق واحده، لانه العصابه هذه الهدف تاعها تفرقنا بهذه الافكار هذه الهدامه. والافكار الهدامه والله ما تبني 20 سنه، غير 20 سنه اللور برك نرجعوا 99 الى يومنا هذا، نفس الحكايات اللي كانت ونفس الحكايات اللي خلتنا متفرقين. بلا ما نرجعوا ل 62 والقدامه ما بعدوش، يعني لا ما 99 لهنا. شوف الحمد لله كي جات هذا الوعي، هذه الاستفاقه هذه جات في وهنا جابها ربي سبه سبحان الله العظيم، جات سبه تاع العهد الخامسه، الناس خرجت خوا في الطرقان بالملايين. والله واحد ما يشوف الواحد لا اللون تاعو ولا الجنس تاعو ولا البشره تاعو، كلهم عندهم هدف واحد وهو تروح العصابه. نبقاو موحدين ان شاء الله، سي تري امبورطون، لانه اللي جاي اكبر واصعب، والعصابه هذه راهي مجدره وما حبش تنحى. لازم نشدوا ان شاء الله ولازم نصبروا وكثروا الدعاء ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا خويا شوقي. شكرا. صح خويا، بارك الله فيك.